بنعود مرة أخرى مشاهدينا زي ما نوهنا في بداية حلقتنا النهاردة، فقرتنا الرئيسية هتكون عن الاتيكيت لعيد الفطر المبارك. إزاي نستقبل ضيوفنا لما نخرج، إيه الطقوس اللي المفروض نعملها، وإزاي تكون فيها نوع من الشياكة والرقي. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفتنا الجميلة أستاذة نادين جاد خبيرة الاتيكيت. صباح الخير وكل سنة وأنت طيبة. صباح النور وأنت طيبة والدنيا كلها طيبة وجميلة وسعيدة. خلينا نتكلم في البداية. أول حاجة طبعا استقبال عيد الفطر المبارك، كل الناس طبعا بتجهز البيت والديكورات والتزيين والكحك والبسكوت والتجهيزات كلها بتتم النهاردة. أول حاجة أنا بقدم طبعا للضيوف الكحك والبسكوت والبيتي فور، ايه الشكل الحلو اللي انا بقدم بيه الحاجه؟ وطبعا عشان دايما مشكله الاطفال السكر بتاع الكحك. فنعمل ايه؟ هو مبدئيا البيت بيكون جاهز متهوي ونظيف، ونشيل بقى الزينه بتاعت رمضان اللطيفه. خلاص بقى نشيلها بقى. خلاص دي اجواء رمضانيه. نبتدي بقى نحط، لو ينفع نغير المكان الموبيليا، لو ينفع نعمل برضو روح بهجه جديده عشان يبقى فيه تغيير. زي ما البيت نظيف ورايق وجاهز، انا كمان جاهزه انا والولاد، شكلنا ولبسنا وطريقتنا وبيتي فيه المسليات والحاجات اللي انا هقدمها للضيوف من عصاير فريش ساقعه انا عاملاها وحطها في الثلاجه، فاكهه مغسوله وجاهزه، اطباق للتقديم. بالنسبه بقى للكحك والبسكوت، المفروض ان انا لو في اللي هو اللي بيسموه المنقد اللي هو الكذا دور، الطبق اللي على كذا دور، اوكي. في لو انا ما عنديش، المفروض ان انا ادور على طبق كبير شويه، كبير مميز شويه، الوانه مبهجه شويه، وما احطش الحاجه كده، احط الحاجه مرصوصه، اعملها بقى صاف، اعملها باشكال معينه. الفكره ان اخلي العين تبقى مبسوطه لما تشوفها. وبقدم معاها اطباق صغيره ومناديل. الاتيكيت بيقول اختار بعينك قبل ما تلمس، صح؟ يعني انا ما ينفعش اقلب امسك مثلا البسكوته دي والبسكوته دي او البيتيفوره دي وافضل اقلب في الحاجه واسيبها، لا، انا بمسك المنديل او بمسك الطبق وباخد البسكوته، ويا ريت اللي اخده اكله ما اخدش زياده، بس اللي المسها خلاص دي اتحسبت عليا اخدها. أنا خدتها. ليه؟ عشان ما ينفعش ان انا افضل اقلب في كل حاجه ويجي حد بعدي ياكل الحاجه اللي انا مسكتها ولمستها بايدي. طبعًا ما يصحش، مش من الذوق بالظبط. فالمفروض ان احنا بناخدها وبنقعد وبنمسك الطبق بتاعنا والكحكه، احنا بنراعي عشان السكر وعشان ما يحصلش بهدله، النفس يبقى بشويش وما ننفخش او ما نتكلمش بانفعال، ونقطمها بلاش الكحكه على بق واحد عشان ما نعملش الكوره هنا اللي هي ساعات بتخلي المنظر مش لطيف. فالمفروض ان احنا بنعلم علامه وبنقطمها على قطمتين ثلاثه، ده على حسب حجم الكحكه، وبنراعي جدا النفس والشهيق والزفير واحنا بناكل عشان السكر البودره بيتنتر وبيخلي الشكل سيء. وطبعا احنا معانا مناديل. البسكوت برده ما فيش مشاكل، هي اداه تناول الطعام بالايد، فاحنا بنمسك بالصباعين دول والصباع ده يسند زياده، يعني يسند يساعد فيهم. فالبسكوت كده وكل حاجه كده، الا اذا كانت الحاجه دي فيها صوص سايح، شوكليت، كريمه، حاجه حلوه، فبالتالي انا بس خلاص ما فيش ايد، انا بستخدم على حسب بقى، لو مهلبيه، كريم كراميل، ايس كريم، ايا كان اللي مقدمني، فروت سلاد، معلقه الحاجه اللي فيها جيلي بالفواكه، معلقه. بخلاف كده لو حلويات زي جاتو او كيك او الكلام ده بيبقى السكر صغير. والفنجان لو الترابيزه اللي انا قاعده فيها وقدموا لي مثلا الشاي في فنجان او القهوه في فنجان، في الحاله دي انا بمسك الطبق بايدي الشمال والفنجان من الودن بتاعته او من الايد بتاعته، وبشرب وبرجعه تاني وبحطه بهدوء، لا بصدر صوت على الترابيزه ان انا بيترزع او بطلع صوت طبعا، ولا بنفخ فيه. ولو في حاله ان هو سخن انا بستنى لغايه اما يبرد، سواء بقى ايا كان من المشروبات السخنه يعني. لكن لو الترابيزه اعلى من كده شويه زي ترابيزه سفره او الكلام ده، فانا بسيب الطبق وبمسك الفنجان عادي. والمشروبات العاديه انا بشرب لغايه الاخر. في بعض الناس بيسيبوا جزء
من العصير تعب وغلط وحرام لان هيترمي في الزباله وما حدش هيشربه ومش من باب الشياكه ولا حاجه. انت المفروض تقدم لك مشروب اهل البيت عاملينه او جايبينه او مكلفين نفسهم انت بتشربه لغايه الاخر. ده بيدل على امتنانك وقد ايه الحاجه لطيفه وحلوه. طبعا لبسي بقى انا واولادي وبيتي انا بستقبل البس ايه بقى؟ البس لبس خروج، البس لبس بهجه، تقول لك مدام حد جاي لي في البيت طب انا ممكن اقابلهم في البيجامه. لا مش بالبيجامه، البيجامه للنوم. ما هو اولادنا هيتعلموا منين؟ انا ما ينفعش اقابل ناس اغراب بالبيجامه، البيجامه دي ولادي يشوفوها جوزي يشوفها في البيت. صح. ولكن ما يصحش. فانا بحاول لو جاي لي ناس اغراب انا بلبس لبس العيد الشوز بقى الشوز على اللي جاي الضيف ولا انا صاحبه بيت صاحبه البيت بقى وبستقبل ضيوفي. وكتير جدا بيحصل انه ناس بتصلي صلاه العيد وبتقرر ان هي تفطر عند اصحابها مثلا الصبح، بيرجعوا من الجامع على فطار عند الاصحاب. هو حلو بس بالاتفاق، مفيش حاجه اسمها ان انا اقرر دلوقتي ان انا اقتحم بيتك في وقت بدري زي ده وانت ممكن تكوني مش نايمه كويس او عندك ظروف. البيوت فيها ظروف، احنا ما نعرفش ظروف الناس. صحيح. ايه فبالاتفاق حلو قوي نقضي وقت جميل ونتفق، بالعكس فكره حلوه. ولكن انا بقى بستقبل ناس ما ينفعش استقبلهم وانا مثلا لابسه شبشب الحمام او حافيه واصل انا على طبيعتي، يعني حتى لو البيت ده ما حدش بيدخله بجزم وكلنا بنقلع فبيبقى فيه بدائل. ولكن احنا بما اننا في العيد وانا هبقى لابسه لبس مبهج انا واولادي فالبس حاجه تتناسب ان انا اقابل الناس الاغراب. مش معقول اقابلهم هو نفس الشبشب بتاع الحمام بتاع المطبخ اللي بقى لا ما يصحش. فلا اما احنا بنلبس لو ناس اغراب انا بلبس لبس كاني خارجه بالظبط لغايه الجزمه. لو ناس من المقربين فانا ممكن البس حاجه مريحه بس شكلها شيك. بس مش اللي هي مستهلكه في البيت او الكلام ده. شكلها جديد. شكلها جديد، شكلها مبهج، يبقى كل حته فيا حلوه كده بتحتفل بالعيد زي ما كل جزء في البيت. صحيح. وولادي، وبعدين احنا بنحفر في دماغ ولادنا. صح. ان احنا لما الصوره بتتحفر. بالظبط. صحيح. طيب نفرض دلوقتي ان احنا مسافرين وهنخرج مثلا او مسافرين مع اصحابنا وهنكون مثلا كاسره واحده كبيره او اصحاب وهنقضي العيد مع بعض، ايه اللي المفروض ان انا اتلاشاه تماما وما يعتبرش من الاتيكيت لانه دي حياه بقى كاصدقاء بنقضي الاجازه مع بعض هنخرج هيبقى في يعني تعامل كتير بقى، فايه اللي المفروض ان انا اتجنبه تماما؟ اتجنب النكد، يعني انا خارجه افصل خارجه اضحك، ما اكبرش وادي الامور اكبر من حجمها وانكد على اللي حواليا لان احنا خارجين عشان نفصل ونغير جو ونقضي وقت حلو ونحتفل ونستمتع. فلو حد مهموم يعدي الموقف ده. برضو من الحاجات السيئه جدا اللي ممكن تبوظ الرحله التليفون. يعني احنا خارجين مع بعض ومسافرين مع بعض ومقضين وقت، انا مش هينفع اقضيها طول الوقت تليفون. هم ممكن هو انت مش معانا ولا ايه؟ فهو ساعات بيقولوا كده. فما يصحش، المفروض ان انا اديهم وقتي. ما هو الهدف ايه من ان احنا نسافر مع بعض؟ طيب انا هسالك على حاجه ثانيه دلوقتي. احنا مسافرين كاجازه بقى ومفروض ان كل واحد بيبقى عليه تاسك. ازاي اوزع ده بشكل شيك كده وراقي؟ يعني في فطار وغدا وعشاء. ايوه. نعمل ده ازاي بقى بشكل فيه اتيكيت كده؟ على حسب احنا نازلين فين واحنا عددنا قد ايه، كبير ولا صغير ومقربين من بعض وكله بالاتفاق. لو له شرط اخره نور. حلو. تعالوا نتفق، ها انا عليا كذا وانت عليكي كذا وهو عليه كذا وانت عليك كذا، لا انا مش هعرف اعمل كذا يبقى كذا. وبالاتفاق برضو في الحساب عشان ما يحصلش الامور البلدي، لا انا حاسب وحد يحس لا هو انتوا مستصغريني ولا مش مقدريني. او اللي هو بيقولوا عليه البراشوت، في حاجات كده بتحصل مش لطيفه. فعشان كده الاتفاق من الاول حلو من قبل اساسا ما نطلع الرحله. احنا هننزل فين وهنسافر ازاي ومين هيبقى معانا وهنقعد كام يوم وجو المكان ايه وطبيعه هنتصرف ازاي والحساب هيبقى فين وفي فطار ولا لا، وهل احنا نازلين في شاليه مثلا مع بعض ما فيش اوتيل فاحنا هنعمل طيب هنجيب ايه ساي احنا هنشوي، طيب يبقى انت عليك كذا وكذا وكذا. وانا هجيب انا المسؤول عن العشاء، انا المسؤول عن الفطار، هنزل اجيب لكم كل يوم فطار كذا. طب المواعين هيبقى ايه نظامها؟ طب دي دور ودي دور ودي دور. فبالاتفاق عشان ما يجيش حد يغضب او ياخد جنب او ينفعل
او يجي يغلس على الجو او يحصل سوء تفاهم مش مطلوب. واهم حاجه ان احنا ما ناخدش حد يبقى في ما بينهم حساسيات. ونراعي يعني الشريحه، اظبط المجموعه الشريحة اللي خارجه او هتسافر مع بعض في العيد، لا اظبط ان يكون في هارموني، في انسجام بالظبط، يعني ما يبقاش في خلاف ما بيننا ما بين اتنين وانا اجيبهم واقول لا الرحله هتلطف ما بينهم. لا ده بالعكس، ده ممكن يحصل مواقف وتبوظ الرحله بسببهم. وفي نفس الوقت برضو ما ينفعش اجيب حد كبير خالص معايا والباقي كله شباب صغير. طب انا الكبير ده لازم اجيب له ونيس. يعني مثلا انا لو مامتي مسافره معايا فانا هتفق مع صاحبتي ومامتها على اساس وتكون مستلطفين بعض، فايه راي حضرتك يا مامي انا هجيب كذا، فاوكي فالست ما تلاقيش نفسها لوحدها. لو نفترض احنا عايزين نخرج نتمشى، عايزين نسهر، عايزين نعمل اكتيفيتي، هتبقى صعبه عليها. فانا ما اجيبش بهاش الشنيه، يا طب كده هيبقى ايه، بتحرس الشاليه مثلا او قاعده ما مش بتعمل حاجه او ايه العيد اللي هي عيدته. أو واحدة بتعمل كل الشغل للباقي والباقي كله قاعد على البحر، يا إما مكبر دماغه يا إما هي تعمل سانشات وهي تلم الحاجات وهي تشوف الولاد. طب معلش، طب هي استمتعت فين العيد بتاعها؟ فإحنا لازم نراعي كل الأمور دي. فعشان كده بقولك الأول وشرط آخر نور إن الأمور نتفق. كلها نتفق فيها وتبقى مترتبة وعاملين خطة وعاملين طب لو قدر الله لو حصل يبقى في بلان نقدر إن إحنا نستخدمها. طيب في ناس مش بتسافر وبتعتمد إن هي بتزور مثلا أصحابها أو قرايبها في الاجازه العيد بتستمتع بالموضوع ده، ايه الطقوس المهمه قوي ان انا احافظ عليها ويكون فيها نوع من الرقي والاتيكيت؟ انا رايحه ازور بقى قرايبي او اصحابي. احنا مبدئيا من قبل العيد يعني النهارده المفروض ان احنا نبعت مسجات، بس مش الاسطمبة اللي بنبعتها لكل الناس. الكبار احنا بنكلمهم في التليفون، ولو في حد مقرب احنا بنذكره يا فلان واولاده كمان ان هو يحس ان المسج دي جايه له. عشان طبعا كثره التليفون، ولو قدرت ان انا اكلمه يبقى كويس جدا، بس عشان احنا عارفين ان احنا مضغوطين واخر رمضان ودخلت العيد فبيبقى اغلبنا مضغوط. اراعي ان انا ادخل البهجه على اللي حواليا واستاذن قبل ما اروح، مفيش مجال للمفاجآت، واخد حاجه حلوه نتشارك فيها، واجهز العيديه اللي هي الفلوس الجديده مش شرط تكون قيمتها كبيره ولكن هي رمزيه. ولو في اطفال صغيرين مش هيفهموا في موضوع العيديه، انا ممكن اجيب لهم هديه صغيره برضو رمزيه، لعبه بسيطه، حاجه حلوه. انت مش متخيله دايما الاطفال بيبقوا منتظرين اللي داخل من بره وهو جايب لهم هديه العيد وقد ايه فرحانين عليهم بالفرحه والبهجه بس. والعريس بياخد باله، لو هو خاطب بيجيب برضو حاجه لطيفه للعروسه بتاعته، بيبقى حريص ان هو يزورها وما يستناش يعني تاني يوم تالت يوم على حسب ظروفه، ما يتاخرش عن كده. بنتفق احنا ممكن نروح سينما، احنا ممكن نخرج، احنا ممكن نروح نتمشى نقضي وقت لطيف، بس كله برضو بالاتفاق. يعني نبقى متفقين على المكان من قبلها، لان في العيد عشان بس ما نتحطش ويتنج ليست ويضيع الوقت كله واحنا واقفين في الشارع او قاعدين في العربيه. طيب مهم ان انا يعني مع استقبال بقى العيد ان انا اعمل ديكوريشنز في البيت، زهور، ورد، يعني زرع، مبهجة، حاجات مبهجة. رمضان كانت بصراحة الزينة بتاعته لطيفة جدا أوي. ومبهجة، والبيوت كلها كانت فيها مسلمين ومسيحيين صحيح. والدنيا كلها. فاحنا دلوقتي بقى داخل العيد أن نقول زينة رمضان شكرا ونشيلها لغاية السنة الجاية ونبتدي بقى لو في زرعة حلوة، لو في ورد حلو، بومبوني، الحاجات بتاعتنا المصرية اللي احنا بنعمل ترمس وحمص والحركات اللطيفة دي. حلوة دي. نجهز مشروبات حلوة بقى غير المشروبات الرمضانية اللي احنا بنشربها طول الوقت، زهقنا بقى منها. لو في مجال للاكل نعمل حاجات سهله التناول للولاد، اشكالها حلوه، طريقه التقديم تبقى حلوه. يعني افتكر عشان كده بقول حتى اللي ما عندوش استعداد ان هو يجيب ديكور او ورد او عشان التكلفه يبدل. انا لو جبت الكنبه دي مكان الكرسيين دول ودول مكان هنا، جبت السجاده بالشكل ده غير الشكل ده، هي هياها بس نظيفه، تبقى الحاجه نظيفه، البيت يبقى نظيف، يقول انا في عيد، في مظاهر عيد. اكيد كمان طريقة تقديم بقى الأطباق والحاجات دي لازم يكون فيها بهجة برضو، أختار ألوان حلوة، يعني أكون مثلا حاطة الحاجة على ترابيزة مثلا سنتر تيبل بشكل حلو، حواليها ورد، يعني أدي قبل أي منظر إبداعي. يعني إبداعي، حطي لمساتك. السوشيال ميديا مليانة دلوقتي بأفكار كتيرة جدا. إحنا ممكن نعمل ريسايكل من الحاجات بتاعة البيت وإعادة تدوير، وإن أنا ممكن مثلا مرميش ده بس أنا أعمله طبق تقديم فاكهة، مرميش ده بس أنا ممكن أعمل كده.
كذا، فانا مش عايزه اكلف الناس. بس كل لمسه انت هتحطيها هتفرق. اهم حاجه بس يبقى في مناديل والزرع والورد يتحط بشكل لطيف، وحتى وابقى مجهزه كل حاجتي. يعني هيجي لي قد ايه؟ احنا عيد، البيت ممكن يدخله اي حد في اي لحظه، فانا ابقى مجهزه اطباق، مجهزه دي الكوبايات اللي هقدم فيها دي الحاجات بتاعت المشروبات الساخنه، المعالق، الحاجات بالظبط، الشوك والمعالق. مش عايزه اصعب على الناس. في عندك مساحه ان انت تجيبي اطباق مبهجه كنبه، ما عندكيش المساحه دي وحدي شكل الاطباق، ميبقاش من كل فيلم اغنيه، من كل طقم طبق طبقين، ما يصحش. يعني في ناس بتنزل تشتري للعيد مخصوص مفارش وكوبايات واطباق، في ناس بتجيب سجاد في السنه مثلا او ستاير او حاجات، بتقول لك ده شايلاه للعيد، ملايه العيد، مفرش العيد، سجاده العيد، ويستخدموها ممكن تتشال السنه الجايه برضه. صحيح. فهو الموضوع مش بعزقه او بهرجه او افوره ملهاش لازمه، بس هو نوع من الفرحه. بالظبط، عشان ادخل الفرحه لقلوبنا وفي نفس الوقت اللي حوالينا يحسوا طيب. لو انا هروح لاصحابي او قرايبي او ايا كان، المفروض اخد طبعا هديه معايا، يعني طبعا الناس كلها عندها كحك، ممكن استبدلها بايه؟ ما خلاص بقى الناس كلها عندها كحك وبسكوت، انا ممكن اجيب تورته، ممكن اجيب حاجه مختلفه، ممكن اجيب على حسب برضو درجه القرب بالظبط. واذا فشلت خالص والناس اغراب وانا مش عارفه الذوق العام وهروح ازورهم في العيد، انا اجيب شوكل، اجيب ورد، دخلي البهجه وخلاص. اي بس ما فيش يعني هي نوع من انواع ان انت داخله البيت ايدك مش فاضيه. ولو في مجال، طب ما اعملي كيك، انا ممكن اعمل كيك، ممكن اعمل حاجه حلوه غير الكحك والبسكوت، هوم ميد مثلا، او اروح اشتري من مكان موثوق فيه حاجه حلوه انا عارفه ان احنا هنتشارك فيها، مش شرط التورته او الجاتو بشكلهم التقليدي، في افكار ثانيه جديده، بروفيترول، كيك سويسرول، أي كان، يدوروا ويسالوا ايه ده وايه ده ومكوناته، طب ده هيبقى لطيف. تبذلي مجهود في ان انت تشتري الهديه مش حاجه وخلاص. عشان كده بقول اللي يستقبل افتحها، افتحها قدام اللي تعب وجابها. اذا انت فكرت، اولا انا شغل تفكيري وقت، طيب انا جبت الحاجه افتحها قدام الضيف اللي جابها ولا استنى ولا اركنها ولا ليها شقين. لو حضرتك اللي بتستقبليني وانا اللي جايبه لك الهديه، تاخدي الهديه بسعاده وتفتحيها قدامي. لازم اشوف نظرتك، اتبسطتي، اتضايقتي، عجبتك، ما عجبتكيش، تمام. طيب لو انا بقى الضيفه وحضرتك ما فتحتيهاش، انا ما ينفعش ان انا اقول لك افتحيها، مضطره ان انا اسكت. بس ده صدقيني ناس كتير جدا بيجوا لي في تساؤلات وبيبقوا محبطين. انا طبعًا مكلف وجايب حاجه بالشيء الفلاني، ليه اروح وما تتفتحش قدامي؟ لازم تكون غاليه، بس عملتها بنفسي مثلا وضيعت وقتي وكلفت نفسي وعملت. لا، لو عملتها بنفسي حزن عليكي، لازم تدوقي وتعرفيني انا صح ولا غلط، ده الذوق ولا وحش. لو درجه القرب ما بيننا ممكن، لو احنا قريبين من بعض هقول لك انا اللي عاملاها وعايزه اعرف رايك. طيب فيها انا بقدم منها ولا ممكن يعني اقول لا انا هحتفظ بيها بقى، مش هقدم منها، انا هقدم لكم ليه اللي عندي دي. لا بصي بقى، انا ببقى مجهزه بيتي ومجهزه واجب الضيافه الاول والثاني، اوكي، وبقدم برضو من حاجتي. يعني مثلا لو انا جايبه كيك، ها احنا دلوقتي هنشرب، انا فلانه اللي جابت الحاجه الفلانيه، يلا انا هعمل دلوقتي، مين عايز حاجه سخنه، انا هعمل شاي، مين عايز كذا او كذا او كذا، عشان هناكل الكيكه بتاعت فلانه نادين مثلا، يلا ونجيب بقى، وابقى مجهزه اطباقي، ما اروحش اخد وقت هناك بقى وادور الاطباق فين والشواك فين والكلام ده، والنادي على بعض والحاجات دي. او لو انت جايباها جاهزه، الله تعبتي نفسك، حلوه، طب يلا نتشارك فيها. بس بقى انا اكون قدمت لك حاجه قبلها، يعني انا افتحها وجميل وهناكلها، بس اقدم لك واجب الضيافه بتاعك في الاول وبعدين. كل سنه وانت طيبه ونورتينا وشرفتينا، نور بيكي ووجودك والفريق العمل كله. حقيقي يعني قلتي معلومات كتيره مهمه جدا جدا، وطبعا احنا بنحاول نقول اكبر قدر من المعلومات في اقصر وقت. الحقيقه يعني بجد كلها حاجات مهمه جدا لفن التعامل والاتيكيت. بشكرك جدا جدا استاذه نادين جاد، خبيره الاتيكيت. كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. بشكركم مشاهدينا، بكرة إن شاء الله فريق عمل آخر، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وعيد فطر مبارك. إلى اللقاء.